التحيه والتقدير ليه كابتن اسامه حسني وكل التحيه لكل المشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني بنقول بقى لحظات بسيطه جدا تفصلنا عن نهائي كاس مصر هنا في المملكه العربيه السعوديه. كلنا ان شاء الله باذن الله ثقه في لعيبتنا، في الجهاز الفني، في جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، اللي الحقيقه المشهد اللي احنا شايفينه دي حاجه بسيطه جدا. هنشوف مشهد رائع ان شاء الله باذن الله في استاد الاول بارك هنا في الرياض. نبدا مع جمهورنا ناخد التوقعات وناخد رايك ايه بالنسبه لمباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك هنا في المملكه العربيه السعوديه. يمكن ده اول سؤال، شايف الاجواء ازاي وقول لنا الحاله كده بالنسبه لك انت لمسها. الاجواء هنا في الرياض يعني اكثر من رائعه بصراحه. يعني ماتش بالنسبه لنا الجماهير كلها نفسها، يعني الاستاد هيبقى مليان والناس نفسها اكتر من كده. الاستاد لو كان يسع اكتر من مليون كان الناس هتقدر تيجي. ان شاء الله الاهلي هيفوز وامام عاشور هيدخل جون وكهربا وحسين الشحات وعلي معلول. مستمرين معاكم طبعا، يمكن اجواء رائعه جدا. هسالك سؤال مهم، قول لي يمكن انت بيقام المباراه يمكن اول مره بتقام هنا في المملكه، لكن على مستوى النادي الاهلي بتشوف حالته ازاي في الفتره اللي فاتت؟ لان جمهور النادي الاهلي ورا لعيبه النادي الاهلي في كل حته. والله الاهلي كان عنده اصابات كتير الفتره اللي فاتت، بس ان شاء الله انا متوقع الواحد يعني يدي اداء يعجبنا واحنا وراه في كل مكان ان شاء الله، وعندنا ثقه ان شاء الله الماتش يخلص 2-1 ويكون امام عاشور راجل المباراه باذن الله، وحسين الشحات يقدم معاه كمان، وان شاء الله متوقعين نتيجه ترضينا يعني بحق اللي احنا تعبنا وجينا ورا النادي لحد هنا. احنا عايزين 90 دقيقه اهتاف من اول دقيقه لاخر دقيقه زي ما احنا متعودين. الاهلي في دمنا، الثالثه شمال دي العشق يعني عندنا، باذن الله يكون نتيجه حلوه باذن الله ترضينا كلنا ونخرج مبسوطين ومعانا الكاس باذن الله. الاجواء الحقيقه رائعه جدا ومميزه. يمكن هنسالك ايضا كمان توقعاتك ايه للمباراه، بتشوف المباراه ازاي؟ نادي الزمالك على فكره مدعم برده وعنده يمكن لعيبه مميزين، عشان كده محتاجين اصرار كبير جدا من لاعبينا وتلعب بشخصيه النادي الاهلي. والله في مقوله شهيره بقول لك ايه، الاهلي بما حضر، فمش هتفرق مين مع مين، فالاهلي يعني هيأدي باذن الله اداء كويس وان شاء الله النتيجه هتطلع 3-1. امام عاشور ان شاء الله هيجيب هدفين، علي معلول هيسجل هدف، وان شاء الله الاهلي هيفوز بنتيجه كويسه والكاس هيرجع للاهلي اكيد، وده حاجه متعودين عليها طبعا باذن الله. اسمك ايه؟ محمد. قول لي يا محمد، عايز تقول ايه للاعيبه الاهلي بقى قبل الماتش ان شاء الله تقول لهم يكسبوا؟ عايز تقول لهم ايه؟ لهم ان شاء الله كهرباء 3-1. اسمك ايه؟ امام عاشور. امام عاشور ومعلول وكهرباء هم اللي هيدخلوا. برافو عليك ان شاء الله باذن الله. يا رب يعني ان شاء الله يبقى النتيجه كده، كلنا متفائلين الحقيقه، لكن في حذر. لعيبه النادي الاهلي عندها احترام كبير جدا للمنافس وفي نفس الوقت في حذر كبير. شوف المباراه ازاي وتتوقع اداء النادي الاهلي ازاي بقى في المباراه؟ لا انا بتوقع ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله النهارده 3-1، وبيعمل شغل كبير وشغل عالي ان شاء الله، وباذن الله نرجع بالكاس، وما شاء الله اللعيبه على اعلى استعداد، وان شاء الله نكسب 3-1 باذن الله. ان شاء الله باذن الله. لو بنقول رساله لعيبه النادي الاهلي قبل دقائق بسيطه جدا من المباراه، تحب تقول لهم ايه؟ والله انا شايف ان المعسكر بتاعهم ما شاء الله مغلق، المعسكر محكوم، اللعيبه مركزه من تواجدهم القرب من الفندق، شايف ما شاء الله ان اللعيبه مركزه في الماتش كويس. الزمالك عندهم فرقه كويسه، الزمالك فريق محترم، الفرقتين اكبر فريقين في مصر، اكبر فريقين في افريقيا، المفروض ان هم يشرفوا مصر، النهارده بيلعبوا باسم مصر، وان شاء الله باذن الله انا شايف ان هم هيطلعوا بصوره مشرفه وهيشرفوا مصر والماتش هيبقى كويس، وباذن الله باذن الله باذن الله يعني 2-1 للاهلي باذن الله. باذن الله كلنا متفائلين زي ما بنقول، لكن انت شايف المباراه ازاي وبتتمنى سيناريو المباراه في ال 90 دقيقه يبقى ازاي؟ احنا عايزينها 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله احنا طبعا بنتمنى فوز النادي الاهلي، بس احنا اهم حاجه بس الماتش الاول يخرج بين الفرقتين يعني بشكل يكون كويس، شكل حلو. احنا شايفين كلنا التنظيم شكله عامل ازاي، يعني بصراحه اول مره تقريبا البطوله تتلعب هنا وفي الرياض، اديك حضرتك شايف الجماهير شكلها عامله ازاي من الفرقتين، فطبعا بنتمنى التوفيق للفرقتين، بس ان شاء الله باذن الله الاهلي يعني قدها وباذن الله يكسب. مصطفى شوبير عليه دور كبير جدا. مصطفى شوبير اللي هو طبعا هو لسه برضه بيكتسب خبرات وكده، بس ان شاء الله باذن الله يعني كلنا شفناه من الماتشات كلها اللي فاتت احسن مستوى، وان شاء الله باذن الله يقدم مستوى كويس النهارده، وان شاء الله باذن الله 2-0 الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله عايز اقول لحضرتك على حاجه، مصطفى شوبير من احسن الاجوان في مصر الفتره اللي جايه، مصطفى شوبير بخبرته اللي جايه دي هيبقى احسن في افريقيا ان شاء الله كمان، لان ما شاء الله الله اكبر اكتسب خبرات كتير، اتعلم من الشناوي، اتعلم من الحضري، فمتربي في النادي الاهلي، اي حد بيتربى في النادي الاهلي بيكتسب خبرات. يا جماعه النادي الاهلي بيلعب في احسن اماكن في افريقيا، بيلعب في كاس العالم، الخبرات دي كلها، الخبرات دي كلها النهارده باذن الله. انا عندنا اصابات كتير، الزمالك عندهم تدعيمات كتير، بس انا واثق في فرقتي، انا واثق ان الاهلي باذن الله قدها ودود، وباذن الله ارجعوا باذن الله ان شاء الله باذن الله.
سجلت مع اخوك وانت جيت جنبه، فانا لازم اسجل معاك تاني. انا سالته على مصطفى شوبير لان يمكن انتوا عارفين المباراه وحسيت هذه المباراه واول قمه الحقيقه لمصطفى شوبير. انا بتكلم على شوبير لان هو هيكون ان شاء الله باذن الله سبب الفوز النهارده. مصطفى شوبير لعيب كبير اكتسب خبرات كتيره الماتشات اللي فاتت، الاهلي بمن حضر، كل لعيبه الاهلي لعب او ما لعبش كلهم رجاله. مصطفى شوبير انا متوقع له النهارده هيبقى نجم المباراه ان شاء الله يا رب بامر الله. شكرا ليك، كل الشكر والتقدير الحقيقه لكل جمهور النادي الاهلي المتواجد. يمكن زي ما بنقول دي حاجه بسيطه جدا، متواجده امام فندق الاقامه في رساله دعم، لكن المشهد ان شاء الله باذن الله في استاد الاول بارك منتظرينه من جمهور النادي الاهلي. لابد ان احنا نكرر كل الشكر والتقدير الحقيقه للمملكه العربيه السعوديه على الاستضافه وعلى حسن الاستقبال وعلى التنظيم وعلى الامور الكثيره جدا، ولسه كمان هنشوف في المباراه قبل المباراه وبعد المباراه امور طيبه ومهمه جدا تنعكس على الفريقين ان شاء الله باذن الله. المباراه تليق باسم جمهوريه مصر العربيه وتليق باسم النادي الاهلي بنادي الزمالك، لكن اللي يهمنا ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي يكون بطل كاس مصر هنا في المملكه العربيه السعوديه.